هل هجوم الجماهير على إدارة الأهلي منطقي بعد موسم ناجح جدا حقق فيه الفريق كل الألقاب؟ بالنسبة للصفقات في عدد بصراحة عدد مش قليل من جماهير الأهلي يعني صبت غضبها على إدارة النادي الأهلي في حتة الصفقات وحتة عدم تلبية مطالب كولر، وشوفنا برضو المشكلة اللي نتج عنها رحيل المترجم السابق خالد الجوادي. يعني الأمانة الصيف ده رغم النادي الأهلي يعني موسمين ناجحين للغاية بس ما يعني في عدد مش كل بقى مش عايز يعني أعمم، بس في عدد من جماهير الأهلي مش راضية عشان احنا عايزين نروح للمونديال بسكواد كويس وكل حاجة. انا بشوف طبعا نتفق على الحاجات دي، نتفق ان اي حد من حقه يقول وجهة نظره، والنقد اكيد موجود، اي حد من حقه ان ينقد ادارة ناديب طالما بيستخدم الفاظ لائقة ويعني تتماشى مع المعايير العامة. بس في بعض الاحيان انا ما اشوفش ان التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه يستدعي كل ده، يعني مثلا موضوع المهاجم الصريح، خلينا نتفق على حاجه، هو النادي الاهلي اي مهاجم صريح هيجيبه عمره ما هيلعب بس على اسامه ابو علي في الوقت الحالي. لا هو انت النهارده في حاجه ما هو ده كان السؤال اللي بعده برضه لا هو النهارده لا يعني بجد والله هل الاهلي محتاج مهاجم تاني؟ مش ناخد الاثنين مع بعض، يعني هما مثلا مهاجم عمر المهاجم ما هيجي يلعب على وسام، مستحيل فعليا، مستحيل بمعنى مستحيل. ليه؟ لان وسام هو حاليا اثبت خلاص رقم واحد في النادي الاهلي. طيب يبقى انت النهارده ما تيجي تتعاقد مع مهاجم، انت عايز تجيب مهاجم يقبل في بدايه فترته مع النادي الاهلي انه يقعد بديل، فهنا مش هينفع تجيب مهاجم كلاس ايه، ينفعش، يعني مش هينفع تجيب اسم كبير جدا. ليه الاسم كبير؟ اقول لك انا هعمل ايه، انت بتلعب بطريقه لعب بتعتمد على مهاجم وحيد، انا هعمل ايه؟ هتقول له والله هتقعد احتياطي وبعد كده ربنا يوفقك في ظروف لما يجي نصيبك، هيقول لك لا طب انا اعمل كده ليه، طب انا ماشي كويس. فدي نقطه فدي لازم الناس تحطها في بالها، وانت بتحاسب حد لازم تعرف تتحاسب عليه. وطبعا طبعا الناس زعلانه عشان محمد بن رمضان ما جاش، وده مركز طبعا اكيد النادي الاهلي محتاج تدعيم فيه، بس ما زلت اشوف مثلا النادي الاهلي عنده بدائل شويه، بس لغايه امتى يا دينا؟ لغايه يناير معاك فرصه، هو ده اللي كولر قاله احنا مأجلين كل حاجه لحد معاك يعني. فرصه، لكن بكل امانه ما ينفعش تروح مونديال الانديه في امريكا في الصيف القادم وانت معكش المركزين دول، ما فيش تدعيم ليهم، لا لا ما ينفعش. بس في ده الباب موارب، بس يعني وضع الاهلي زي وضع الزمالك، وضع الزمالك بيعاني فعلا معاناه ما فيش غير اتنين، دونجا ومحمد شحاته، ما فيش يعني لقد يعني في المباراه لو حد فيهم حصل له اجهاد انا مش عارف هو هيعمل ايه، هيلعب واحد بس قدام النادي الاهلي، يعني تلعب بواحد لعيب خط وسط دفاعي واحد بس قدام النادي الاهلي، ده امر فيه مخاطره كبيره جدا جدا جدا. فبرضه يعني كل واحد لازم يحسب الدنيا بشكل كويس طالما انت قررت ان انت تحاسب مجلس اداره ناديك.